بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. السلام عليكم ومرحبا بكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم في فيديو اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. صباح الخير عليكم أخواتي وإخواني وتلاميذي الأعزاء ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم بإذن الله راح نحلو أول سوجي على لي زانيمو اللي هو مراجعة بسيطة للسنة الخامسة ابتدائي تاع الفصل الأول. نبدأ مع السوجي تاع اليوم ونتوكلوا على ربي إن شاء الله. شوفوا نقرأوا لي سوجي un animal des montagnes. نقراو لو سوجي un animal des montagnes. لولو نقراو من بعد نشرح لكم. لولو est un animal sauvage carnivore. Il vit dans les montagnes. Il se nourrit de petits animaux comme les lapins et les poules. La fourrure du loup est un mélange de poils blancs, noir, gris et brune. Et brun. Il possède de fortes dents et des yeux brillants. Il ressemble à un chien. Naouit, le loup, ذئب, est un animal sauvage, حيوان مفترس ولا بري, carnivore, لاحم, يعني ياكل لحم. Il vit dans les montagnes, يعيش في الجبال. Il se nourrit de petits animaux comme les lapins et les poules. ياكل الحيوانات الصغيره مثل الارانب والدجاج. La fourrure du loup, الفرو تاع الذئب, est un mélange de poils, هو خليط من الشعر الابيض blanc, noir الاسود, gris رمادي, et brun الاسمر ولا البني. Il possède de fortes dents, يعني يمتلك ولا il a de fortes dents, اسنانه قويه, et des yeux brillants, وعينين براقة. Il ressemble à un chien, ويشبه للكلب أكرمكم الله. Compréhension de l'écrit, فهم المكتوب ولا الفهم تاع التكست ولا دراسة النص الأولى. Propose un titre au texte, يعني اقترح. Propose معناتها اقترح, un titre au texte. واش قلنا كي نجيو نديرو تعبير على الحيوان, le titre هو نفسه الكلمة الأولى اللي نبداو بها. كي نجيو نعرفو لا جيراف نبداو بها, نعرفو لو ليون. هنا ما عطاناش لو تيتخ على لو, بصح بدالنا بلو لو. إذا لو تيتخ هو لو لو, هذا هو العنوان. هنا لو لو هو العنوان تاع النص لأنه يهدر لنا على لو لو. ومن بعد سؤال ثاني, أو فيفتيل لي لو, وين تسكن الذئاب. او فيفتيل ليلو, اين تسكن الذئاب. نرجعوا للنص. شتو الاسئله هذو في ربعه, دي فوا ثلاثه, دي فوا يكونوا خمس اسئله. دائما من النص اجابتهم, هذو نقاطهم مضمونين كي يرجع للنص. او فيفتيل ليلو, قلنا نحيو العلامه هذه تاع السؤال ونقرا ليلو فيف. ليلو فيف ولا فيف ليلو, هكا نقرا. المهم نحوس على الكلمه هذه, نعطوها لي في البلوريال ما يخلعنيش. il vit dans les montagnes, عندنا لو فيرب فيفر هنا مع الجمع فيف او ان تي, هنا مع المفرد, فهمتوا. il vit dans les montagnes, il vit, نقول ليلو ليلو فيف dans les montagnes, dans les montagnes. شوفوا نعطيكم كلمه واحده اخرى, شوفوا كلمه واحده اخرى باش ما تكتبش هذه كله تغلط فيها. اروح نكتب لي مونتاني, قادر الاستاذ يحسبها لك صحيحه. لي مونتاني, ما او فيفتي لي لو لي مونتاني, اكتب لي مونتاني وربي سهل. ا كيل انيمال ريسومبل لو لو, الى اي حيوان يشبه لولو. شوفوا نروحوا نشوفوا غسومبل, وين نلقى غسومبل لا ريبونس هي. ومن بعد لولو اي تان انيمال سوفاج كارنيفور, il vit dans les montagnes, il se nourrit de petits animaux comme les lapins et les poulets.
La fourrure de loup est un mélange de poils blancs, gris, noirs, bruns. Il possède de fortes dents et des yeux brillants. Il ressemble au chien. Ah, le loup ressemble au chien. Le loup. D'accord. Le loup ressemble. Ressemble à un chien. À un chien. يعني يشبه للكلب حاشاكم هذا هو شتو الإجابات هذا نجيبها من التكست غلاف دو تكست ان نون فيمينا استخرج من النص اسم مؤنث وش قلنا على الاسم مؤنث يا اما يكون فيه الاو على الاخر يا اما نلقى فيه اوز تخيس هذو كل مؤنثة نعاودو Le loup est un animal sauvage, carnivore. Il vit dans les montagnes. Il se nourrit de petits animaux comme les lapins et les poules. La fourrure. Ha, gna yibda bla mathalan ha wala bel une ha, la fourrure. Ha, c'est une galouna un nom féminin, la fourrure. Ha. La fourrure. La fourrure. Du loup est un mélange de poils blancs gris. Il possède de fortes dents et des yeux brillants. Ensemble, la fourrure. Ah, il y a quelques mots qui sont là. On va dire un COE, complément d'objet indirect. Un COE, c'est un complément d'objet indirect. On va dire toujours après une proposition, il y a A avec accent ou la 2. Le loup est un animal sauvage, carnivore. Il vit... Dans les montagnes, il se nourrit de petits. Il se nourrit de petits animaux. Il se nourrit de quoi? Aïe, aïe, Andy. Ainsi, oui, de petits animaux comme telle la fin de la phrase. Ah, ah. Il se peut. Riguna, le complément d'objet indirect, nilga koblo a avec accent ou la deux. Igine le verbe. On va dire A avec accent ou la 2, on a le reste à la phrase. Nous avons deux petits animaux comme les lapins et les poulets. On va dire, c'est un mélange de. Il possède deux. Il possède deux. Fortes. Il possède de quoi? Tel. Il ressemble à. A un chien, Rigouna Nilgao A accent ou la 2. Adorons les phrases N C O E. Transforme. يعني حول. هنا relève du texte. يعني استخرج. شوف Nilga A apostrophe ou la 2. On كمل. Verbe ورا A. هذا كوا l'objet indirect. هني نعطيهم لكم. On va transforme le mot souligné en féminin. قالك حول. حول الكلمة المسطر تحتها إلى المؤنث عندنا le pelage du loup est blanc وش قلنا le pelage de loup est blanc le pelage de loup est blanc قرينا وكتبت لكم في دروس سابقة باللي blanc le féminin تاعها وش هو blanche Blanche, blanche ou les blanches, allez, يحفظها La fourrure du loup est blanche. Allez, écrivez هنا. Blanche. يحفظها. هذه يحفظ. Conjugue le verbe souligner au présent de l'indicatif. Galic conjugue. How on conjugue le présent de l'indicatif. Galic conjugue le verbe souligner au présent de l'indicatif. هنا وش غيرنا غيرنا le sujet. هنا عطاونا le loup singulier مفرد. Il habite la meute il habite la meute هنا il هذه عطانا لي لو veut dire il avec s واش قلنا عندنا la terminaison تاع le présent de l'indicatif واش هي تاع il avec s واش هي e n t habite habite e n t قلنا il habite les meutes Même tout. Rohou la production écrite. Hna bdlou nam le mufrad le jem'. Hna le lou n'aoudou b'il. Hna li lou n'aoudou b'il avec s. Il avec s.
ونصرف لو فيرب تاعي ابيت ابيت تولي ابيت او ان تي لا برودكسيون ايكري ثاني حليتها معكم من قبل كي قلت لكم لقيت لكم لو فيرب لقيت لكم لا بواط اوتيل هذه سهله حليناها من قبل قال لك ton maître te demande de fabriquer un poster des animaux sauvages avec les membres de ton groupe. Quel est ton animal préféré? Comment tu vas le décrire? قالك استاذ تاعك طلب منك دير فيش كيف نقولوا وثيقه تعريفيه ولا وصفيه الحيوان سوفاج مع اعضاء الفوج تاعك. خير لانيمال تاعك بريفيري يعني المفضل وكيفاه راح توصفو للزملاء. نوبلي با هنا هذه هي قلت لكم هذه كل راهي مقدمه قالك ما تنساش انك تكومونسي بار لو تيتر يعني تكتب العنوان كونجوغ لي فيرب او بريزون تكتب لي فيرب تاعك او بريزون دي لانديكاتيف بونكتوي طون تيكست ذهبت لي الهضره يعني دير الفاصله ودير النقطه هذه هي هذا هو دير لي لا بونكتياسيون اللي هي الفاصله والنقطه وعلامه الاستفهام وهالحوايج حنا حلينا هالسوجي من قبل ودرت لكم تعبير من قبل على لو كروكوديل ولا نقولوا اليوم راح نديروا على لو رنار ان شاء الله المره اللي فاتت خي من لا بواطه اوتيل هذه درت لكم لو رنار لو كروكوديل اليوم راح نديروا لو رنار اسمحوا لي هنا كما قلت لكم وصلنا لا بارتي تاع التعبير ما نحيروش فيها ياسر شتو اون فوا باسي يعني قلت لكم كيف نستخرجوا المعلومات من هذا الجدول هذا قلنا ما يحيرناش بزاف نروحوا نشوفوا مثلا نديروا حيوان مثلا لولو هنا عطاو لك لو كروكوديل لو رونار لو كروكوديل درناه فيما سبق شوفوا هنا نستخرجوا لو رونار خاصنا نشوفوا مثلا خي قلنا اول حاجه نديروها نكتبوا لو تيتر اللي هو نفسه نعاودوا هنا نكتبوا فيه اسم الحيوان شوفوا مثلا هنا عطانا لو رونار حنا خي الاخر درناه لو رونار دروني ما نعرفش نكتب بالستيلوات هذو الربع خاصنا لو رونار قلنا لو تيتر هو اللي نعاودوا هنا لو رونار لو رونار واش خي قلنا الحاجه اللي ما تحولش اي تا انيمال سوفاج ها سوفاج شوفوا من لا بواطه اوتيل هذه واش تستعمل استعملت انيمال واستعملت لو فيرب اتر هذا كونجوغيتو او بريزون لا اي ها واستعملت سوفاج هاني هزيت من ثلاث حوايج هذا قلت واش هو خي قلنا وين يسكن ايل في هادي il vit هو لو فيرب vivre خي هكا قلنا لا dernière fois هو لو فيرب vivre باش ما نحيرش بزاف ها او هو لو فيرب vivre ها بس او هو لو فيرب vivre باش ما نحيرش بزاف بلي ماشي حاجه بزاف il vit وين هنا عطاونا وين عطاونا ديزير وعندنا لافريك ميم لو رنار ثعلب يعيش في الصحراء كاين ثعلب بالصحراء كاين بارتو نديرو في لافريك في يعيش في افريقيا في لي مونطاني في الصحراء في لي فوغي تاع افريقيا في الدنيا كل il vit dans l'Afrique شوفوا لافريك كي عاد نون بروبر و نكتبوا الاف تاعو بالماجيسكول dans l'Afrique بوين هاني ذكرت الحيوان تاعي وين يعيش دركا نوصفو il a شوفوا ها vivre ها هو في لو بريزون دو لانديكاتيف درتو il vit dans l'Afrique il a واش هي هذه خي قلنا هي لو فيرب avoir il a واش عنده الغنار عنده اول حاجه لي بات عنده اربع عنده 4 بات عنده 4 بات هكا خي قلنا هذه هي الحاجه الاولى اللي نديروها واش عنده عنده زوج ودنين اي دو هما صغيرين دو بتيت اوغي دو بتيت اوغي مومش كي تعلفناك قلنا طوال لونغ زيدو وش عندو اي اون لونغ كو اي اون لونغ هاني نهزها من هنا لونغ كو هاني هزيت من هنا ما رحت ماجي هذا وصفناه
هنا عطاونا اسم مرتو اسم مرتو اسم لا فيميل تاعو اسم الصغير تاعو. نولي للصدر نقول مثلا لا فيميل دو رنار اي وش هي اي لا رنارد اي لا رنارد ومن بعد اي سون بيتي ولدو اي سون بيتي يعني صغيره اي شكون هو لو رناردو ها لو رناردو ها وصغيرو لو رناردو. شوفوا ما جي خي في درس سابق قلت لكم المؤن ولا الانثى تاع الحيوان نقولوا لها فمال والذكر نقولوا المال اي رناردو. هاني هزيتها لهم ومن بعد واش قلنا واش ياكل نقولوا il chasse les petits animaux نقولوا il chasse هاي عطاونا il chasse le présent chasse eux qui ad il chasse les petits animaux واش معناتها كي يعود يصيد لي petits animaux il est ولا إيت ان كارنيفور إيت ان انيمال نعاودو لو غنار إيت ان انيمال كارنيفور لو غنار إيت ان انيمال إيت ان انيمال كارنيفور يعني ياكل اللحم كارنيفور. ما طولت ما قصرت كل اللي جبتو من لو تيكست تاعي ها ان le renard est un animal sauvage, il vit dans l'Afrique, il a quatre pattes et deux petites oreilles et une longue queue. La femelle de renard est la renarde et son petit est renardo. Il chasse les petits animaux. Le renard est un animal carnivore. هذا هو السوجي ساهل ماهل ما فيش حاجه ما قريناهاش اللي نديروا التعبير تاعو نجبدو من هنا ما تدهشكمش هادو شتو بلا فاصون اللي تحفظوا بها التعبير يكون في الجيب ان شاء الله التعبير يكون في الجيب يحفظ برك التلميذ اخواتاتي والله والله شوفوا الحفاظة والاستمرار والتكرار والإعادة هي اللي تنجح راي هي اللي تنجح يا اخواتاتي راني نقولكم في حاجة مجربتها مش يقرا ويطيش انا ربما الكثير من الامهات راح يعندوني في الشيء اللي راح نقوله بصح راح نقول رايي ما تيماجيني وش يعجبني البروغرام اللي راهم دايرينه لهم سما يقرا صباح ما يقراش العشيه عنده وقت يقعد يراجع عنده وقت ما قراش مثلا يقرا العشيه ينوض الصباح يفطر يغسل وجهه ويقعد يصلي صلاته ويقعد اكتب لي التعبير زوج خطرات وروح تقرا هذا ما دير سرحت على الوحدة ما تقراش العشية دير واجباتك ريح ساعة ساعة ونص دير واجباتك في ساعتين قبل ما ترقد تكتب تعبير تكتب زوج اكتب تعبير زوج خطرات ولا ثلاثة ومن بعد ترقد يا اخواتاتي والله صح يتعبوا بالصح والله غير عندهم الوقت باش يقدروا يقراوا. المهم اخواتاتي هذا هو الفيديو تاع اليوم ان شاء الله نكون وفقت في إيصال المعلومة. أنا هدفي كل على الباراغراف ولا على التعبير كيف يديروا التلميذ ما يخلعكمش الأمهات كل يشكيوا من التعبير أسهل حاجة التعبير التعبير وكلش معطينهولو قدامه كلش عاطينهولو قدامه نعتذر كلش عاطينهولو قدامه أنا نخاف منا التلميذ هنا لي ما يعرفش كي مثلا هنا لولو يعطيوه ليلو يدوخ ليلو عوضها بإيلا فيك أسو هنا نبغي التلميذ يكون فاطن مش هنا يحفظ يجاوب هنا لي فيها شوي دي بياج وفيها لازم شوي فطانة وفيها ثقة الباقي ساهل والله ساهل. هنا ساهل من التكست هنا يحفظ عندك هنا لازم يكون شوي فايق هنا في لا ترانسفورماسيون في سوليني في يبدل له كلمه هات الفيمينا هات الماسكولا هو متعود يعود يحول من الماسكولا الفيمينا يعكس له يدوخ يعطيه فيمينا يقول له حولها الماسكولا يدوخ انا هنا اللي نبغي التلميذ قافز
ان شاء الله ربي يوفقكم ويوفقنا والله لا يضيع لنا تعب لينا ولا ليكم. ربي ينجح وليداتنا ويحفظهم ويعطيهم صحتهم. صلاح الاولاد رزق من الله دائما، اصر والح في الدعاء. لذلك دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.